كل يوم نفتح عيوننا على عالم جديد مختلف عن الأمس، تكثر فيه الفرص ونعيش أكبر تحدياته. تغير المناخ، مخاطر الإنترنت، سوء التغذية وغيرها الكثير. لكن ما نحس الكبار يشوفون العالم من وجهة نظرنا كأطفال وفتيات وفتيان. عندنا مطالبنا وقضايانا الخاصة وأحلامنا الكبيرة اللي بعضنا ما يلقى لها مساحة فيها العالم المتسارع. اليوم العالمي للطفل من حقنا من حقنا من حقنا يشوفون العالم من وجهة نظرنا. رؤية 2030 طريقنا لتحقيق أحلامنا.